أخيرا عن كتاب وصايا الذبيح. الإفراج تم في عمان بعد سلسلة من القمع والمنع في عدة دول. وصايا الذبيح الذي جمع في صفحاته كل رسائل الرئيس صدام حسين منذ لحظة سقوط بغداد حتى لحظة إعدامه، قدم تحليلا هذا الكتاب لمواقف كانت غير مفهومة بالنسبة للجميع، وأضاف بقعة من نور على شخصية أثارت جدلا وكانت وما زالت مهمة للكثيرين. التفاصيل في صفحات هذا الكتاب التي أعد منها أو أعد عنها الزميل عماد العضايلة. هذا التقرير من عمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن بالشهادة وما كانت عليه مراجل من ذبحوه، كما كان المشهد على لسان من وصفوه، انتهت حياة صدام حسين. تلتها بداية في كتاب وصايا الذبيح الذي كان حاله من حال ذبيحه، كر وفر، إمساك، قبض وحبس. بعدها إفراج عن وصايا كانت رهينة المحبسين، هما المنع والقمع. من نكسة لأخرى عاش هذا الكتاب، حتى أنها كانت تلاحقه من بداية نشأته، ونذير شؤم احتجازه بدأ منذ خط كاتبه حروفه الأولى التي بدت في بيروت حتى عمان، وصولا للهجوم عليه في طهران كما يقول صاحبه، حتى جاءت اللحظة ورأى وصايا الذبيح النور بعد 16 شهرا من مد المنع وجزر الحجز. وبات وصايا الذبيح قصة لكتاب تروى على لسان كاتبها وليد حسني الذي طاله ما طال الذبيح والكتاب. هذا الكتاب في حد ذاته وكان يتحدث عن الأفكار ويقرأ سيرة الأفكار، أفكار الرئيس صدام والأفكار الإدارة الأمريكية الاحتلالية المضادة ولذلك قلت قالوا إنه هذا الكتاب أيضا فيه إشارات مباشرة إلى بعض الدول العربية بما فيها الأردن. قلت لهم هناك وثائق موجودة في الكتاب، أنا استعنت بوثائق، والأمانة العلمية والبحث العلمي يقتضي مسألتين، إما أن ألغي هذه الوثائق بالمطلق وإما أن أخذها بالمطلق. ومنع الكتاب 16 شهرا. أنا وجه لي كتاب أنه قرر دائرة المطبوعات والنشر منع توزيع كتاب وصايا الذبيح استنادا إلى المادة كذا والمادة كذا من قانون المطبوعات والنشر والمادة كذا من قانون العقوبات. 590 صفحة وثقت رسائل صدام حسين منذ سقوط بغداد حتى لحظة الإعدام. هذه الصفحات التي حوربت مرارا وتكرارا مخرجة قضية الرقابة على السطح من جديد، إلا أن الإفراج عن الكتاب وعن صاحبه كان مفاجأة، رغم أنه حق مشروع طال نيله وتحقيقه. تم تكييف قضية بأنه والله هذا إطالة لسان وإساءة لعلاقات الأردن مع دول شقيقة. وبعد التعديلات التي أدخلتها حكومة السيد سمير الرفاعي العام الماضي على قانون المطبوعات والنشر، بعد إثارة زوبعة الكتاب وتم تقليص أو سحب صلاحيات محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا المطبوعات وحصرها في محكمة البداية، أعادت محكمة أمن الدولة القضية بمجملها إلى المدعي العام المدني، ولم تفتح قضية أصلا. شخصية ليست بخفية عن العموم كان صدام حسين، صدام الذي ترك سجلا من الصور الموثقة له صوتا وصورة حتى آخر لحظة في حياته، وترك إرثا من الأسرار حتى بعد غياب جسده جمعت في كتاب وصايا الذبيح، حبر على ورق ما عاد يمحيه الزمن. فكما يقول الكاتب في إحدى رسائل كتابه أن من أوصى لم يمت وعاش في كتاب. قد يكون عمر وصايا الذبيح من عمر ذبيحه صدام حسين الذي ترك بصمات لم ولن تنسى في حياته، وخلد كلامه، صمته، فكره، وما عاش بعدما ما عاش بعد مماته. لبرنامج ام بي سي في اسبوع عماد العضايلة عمان. عودة إليكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا، ولعله يتبقى معنا دقيقتين.